السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنطلب من الناس جداد في القناه ديالي انكم تشتركوا في القناه ولا ديروا سابوني وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناه، وحتى الناس اللي ديجا دايرين ابوني فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ان شاء الله. اما بالنسبه للموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله هو الدفعه الثالثه بالنسبه للقطاع الغير مهيكل والناس ديال الرميد. كيف ما كتعرفوا البارح داز الدفعه الثالثه الناس ديال الضمان الاجتماعي، ودرت لكم عليها فيديو وشرحت لكم واكدت لكم ان راه دازت للناس، وبالفعل هذا الشيء اللي كاين دازت للناس. البارح بدات كتصرف لهم الدفعه الثالثه، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي ناكد لكم بان الدفعه الثالثه غتكون حتى للناس ديال الرميد وحتى الناس ديال القطاع الغير مهيكل. كيف ما عرفتوا اليوم رئيس الحكومه العثماني داز في البرلمان واكد هذه المعلومه هذه، وغادي نخلي لكم المقطع الصوتي ديال التصريح ديالو بخصوص هاد الدفعه الثالثه للناس ديال الرميد والقطاع الغير مهيكل. غنخلي لكم غير صوت، وتقدروا اللي بغى يتفرج في المقطع كامل انه يدخل اليوتيوب ويكتب العثماني ولا التصريح العثماني للدفعه الثالثه وغيطلع لكم الفيديو في الاولى، وتفرجوا فيه وتاكدوا بانفسكم ان العثماني اكد على هذه المعلومه هذه انها صحيحه 100%. يعني كاع هادشي اللي قلنا ما كناش نكذبوا فيه، كيف ما قالوا باللي في الاول كانوا غيكونوا ثلاثه دفعات، الحمد لله غيكونوا ثلاثه دفعات. لا بالنسبه للضمان الاجتماعي ولا الرميد ولا القطاع الغير مهيكل، الضمان الاجتماعي خداو البارح، بداو كياخذوا البارح، والناس ديال القطاع الغير مهيكل والرميد كيف ما اكد هو انه غادي يكون قريب الاعلان عن بدء صرف الدفعه الثالثه بالنسبه للقطاع الغير مهيكل والرميد. دابا غادي نخلي لكم هذا المقطع الصوتي، وتهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو الفيديو، فرحوا الناس اللي محتاجه لهذا الدعم هذا، وبارطاجيو هذه المعلومه فرحوا الناس كيف ما قلت لكم، وتابوناو في لاشين وتهلاو في راسكم. نخليكم مع المقطع الصوتي، واللي بغى يتفرج في المقطع ما عليه الا يدخل يدير في يوتيوب تصريح العثماني الدفعة الثالثة ولا شي حاجة بحال هكا، راه غيطلع لكم الفيديو. هذا ما كان، تهلاو في راسكم. وهنا أريد أن أقول بأن صرف دعم الشهر ماي لفائدة الأجراء الموقوفين عن العمل بسبب جائحة كورونا انطلق اليوم، هذا الدعم الثالث. وأن تصريح المقاولات المتأثرة بالجائحة يمكن أن يبدأ كليا خلال شهر يونيو، أن يبدأ اليوم أيضا صريح المقاولات بتوقف عملها كليا أو جزئيا، وبالأجراء اللي توقفوا عندها مؤقتا عن العمل من اليوم يبدأوا يصرحوا برسم شهر يونيو، وكذلك تقديم طلب للاستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها في لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا شيء مهم جدا. أنا لن أسرد عليكم وسيعلن عن الفئات الأخرى قريبا إن شاء الله، حتى يستفد من الحصة الثالثة.